أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة الهواء. النهاردة هنراجع مع بعض مادة التفاضل والتكامل. هنشوف برضو الأسئلة المتوقعة، برضو زي ما توقعنا امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكانت نسبة كبيرة جدا من الأسئلة المتوقعة زي ما أستاذ خالد توقعها لكم، جات نسبة أكتر من 90% في الامتحان. برضو هنا النهاردة هنعمل نفس الفكر ونركز مع بعض، هنراجع القاعدة وبعدين بنبدأ نحل المسائل. ونرحب بأستاذ خالد، نقول له أهلا بيك يا أستاذ خالد. أهلا بيك اهلا يا أستاذ مرحبا، خالد. اهلا زي السنار زي صاحب، اهلا اعزائي الطلبه، اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله هنراجع تفاضل ونحاول نحل مع بعض المسائل، وافكركم كمان بالقواعد قبل ما نشتغل علشان تفتكروا اللي الماده شكلها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مساله بتقول اذا كانت داله س بتساوي زتا س، فان د شرطتين باي على 4 تساوي، وحطت اختيارات طبعا الف سالب 4 على 9، ب 4 على 9، ج 4، د 9 على الاثنين. تعال نفكرك الاول بتفاضل الدوال المثلثيه كلها قبل ما نشتغل. فنيجي نقول له لو صاد بتساوي جا س، يبقى هنستنتج من هنا ان صاد شرطه هتساوي جتا س. لو صاد بتساوي جتا س، يبقى هنستنتج ان صاد شرطه هتساوي سالب جا س. لو صاد بتساوي ظا س، يبقى صاد شرطه هتساوي قا تربيع س. دول الثلاث الدوال الاساسيه، الجا والجتا والايه والظا. طيب تعالى ناخد بقى هنا لو ص بتساوي زتا س، اللي هي المساله بتاعتنا، يبقى معنى كده ان ص شرطه هتساوي سالب قتا تربيع س. لو ص بتساوي قا س، يبقى فاكر كنا بنقول ايه؟ يبقى ص شرطه كانت بتساوي قا س في ظاسي. لو صاد بتساوي قتا س، يبقى صاد شرطه هتساوي سالب قتا س في ظتا س. هي دي كل الدوال المثلثيه اللي على حضرتك، الدوال المثلثيه الاساسيه اللي هي الجا والجتا والظا، والدوال المثلثيه اللي خدتها السنه دي اللي هي الظتا والقا والايه والقطا. يلا معايا بقى نحل الايه المساله. المساله بتقول لو انه دالة س بتساوي زتا س. طب عايزين نفاضلها اول مره، يبقى دالة شرطه س هتساوي سالب قتا تربيع س. يبقى ده التفاضل الاول بتاعها. ها طب انا عايزها ايه؟ ده انا عايز التفاضل الثاني. نقول له ايه؟ خلي بالك معايا، يا ريت تعمل التربيع كده، تبقى قتا س الكل تربيع كده اهو، علشان لما اجي افاضل بقى بص خد بالك معايا، يبقى ده شرطتين س هتساوي الاثنين هتنزل، يبقى سالب 2 قتا س واخصم من الاس واحد تبقى واحد، ولسه هفاضل اللي جوه القوس. تفاضل القتا عباره عن سالب قتا س في زتا س، يبقى ده التفاضل الايه التاني. يبقى مرة تانية كده، أنا خليت القتا تربيع اللي إحنا متعودين نكتبها كده، لا خليتها الكل تربيع. ليه يا مستر؟ علشان تبقى أس، وأقول له أنزل الأس وأخصم من الأس إيه؟ واحد. خصمنا نزلنا الأس سالب 2، كان في سالب في المسألة، وخلينا الأس واحد، وتعالى بقى فاضل اللي جوه القوس. تفاضل القتا بسالب قتا س زتا س. أمال حضرتك عايز إيه؟ أنا عايز د شرطتين باي على 4. يعني كل س هتشيلها وتحط مكانها باي على 4، باي على 4 دي اللي هي 5 وكام؟ و40، فهتبقى سالب 2 قتا باي على 4 في سالب قتا باي على 4 في زتا باي على 4. ها هيبقى سالب 2 قتا باي على 4 بجذر 2 في سالب جذر 2 في 1. اضربهم بقى كده مع بعض، سالب في سالب بموجب، 2 في جذر 2 في جذر 2 ب2، يعني 2 في 2 ب4، يبقى الناتج كله كام؟ 4. بص بقى كده على الاختيارات اللي عندنا. الاختيارات اللي عندنا ألف بسالب 4 على 9، ب ب4 على 9، ج ب4، يبقى هي دي اللي انا هختارها. يبقى زي ما قلنا قبل كده وبنشرح تاني، لابد ان انا قبل ما اختار احل بنفسي، واحنا فكرناك الاول بتفاضل الدوال المثلثيه كلها علشان نعرف ايه نحل المساله مع بعض. يلا بقى معايا تاني بقى مسألة تانية، وبرضه مفكرك بالحل بتاعها. المسألة بتقول إيه؟ إذا كان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 1،
فان د ص على د س بتساوي ايه؟ دي داله ضمنيه. الداله الضمنيه عايزه تتعلم افاضل ازاي السين، افاضل ازاي الصاد. فانا هدي لك كده مثال، هقول لك د على د س لس تربيع، وده على د س لص تربيع، وده على د س لع تربيع. لو عرفنا نحل الثلاث حاجات دول تعرف تحل اي مساله. لو بتفاضل السين بالنسبه للسين تقوم تقول له ايه؟ انزل 2 س وبس، ما اعملش حاجه تاني. لكن لو بفاضل السين بالنسبه للصاد، يعني الصاد تبقى متغير غريب عن السين، هقول له ده انا هفاضلها هي ايه؟ 2 ص، وبعدين افاضل الصاد بالنسبه للسين في د ص على د ايه؟ س. طب يا مستر لو كانت عين نقول له غريبه عنها ولا لا؟ لو هي س وبفاضل بالنسبه للسين افاضلها واسكت. لكن لو هي صاد لا، يبقى افاضلها وبعدين افاضل الصاد بالنسبه للايه؟ س. طب يا مستر دي عين ودي س غريبه عليها، يبقى تعالى معايا بقى بص كده معايا، يبقى هفاضل العين باتنين عين، وبعدين افاضل العين بالنسبه للسين بداله عين على داله ايه؟ س. اللي يفهم الثلاث حاجات دول يحل اي مساله داله ضمنيه. طب ما تيجي تحل معايا بقى المساله دي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 1. يلا نفاضلها كده على بعض بالنسبه لس، دي بالنسبه لس هتبقى بتساوي 2 س. وانا بفاضل السين تربيع بالنسبه للس يبقى ما اقولش حاجه، زائد هفاضل بقى دي بالنسبه للصاد اقول له بتساوي 2 ص في د ص على د س بتساوي كام؟ صفر. يا مستر ده انا عايز د ص على د س، نقول له تعالى بقى نهيئها بقى نظبطها، اودي ال 2 س دي الناحيه الثانيه، هقول له كده اهو، يبقى ال 2 ص في د ص على د س بتساوي سالب 2 س، وبالقسم على 2 ص يبقى د ص على د س هتساوي سالب 2 س على 2 ص، وطير بقى الاثنين مع الاثنين هتطلع سالب س على ص. بص لي بقى في الاختيارات اللي عندي بقى، انا عندي الاختيار الاول س، الاختيار الثاني 1 على ص، الاختيار الثاني سالب ص على س، ما تستعجلش، الاختيار الاخير سالب س على ص، ويبقى هو ده الحل اللي مظبوط. يبقى الاول افكرك ازاي بنفاضل الدوال الضمنيه، لو بفاضل س بالنسبه لس افاضل واسكت ما اتكلمش، لكن لو بفاضل الس بالنسبه للص تربيع يبقى افاضل الص تربيع كانه تفاضل قوس، وبعدين افاضل الص بالنسبه للايه؟ للس. لو بفاضل العين اي متغير غريب عن الحاجه اللي انا بفاضل عنها يبقى لابد ان انا افاضلها وبعدين افاضل العين بالنسبه للس. تعال نشوف مسألة كمان، مسألة النهايات مسألة جميلة، وبرضو هنتفق مع بعض ان احنا هنفكرك الاول، هفكرك بنقول لك بقى ايه؟ اخدنا حاجتين، نهاية 1 زائد 1 على س الكل اس س، لما الس تقترب من الملا نهاية ها ديت كده على بعض بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ خدت بالك؟ وبرضو عندي نهاية 1 زائد س الكل 1 على س لما الس تقترب من الصفر برضو بتساوي ايه؟ دول النهايتين اللي على حضرتك تاخدهم، بس في كمان حاجات مهمة برضو لازم تاخد بالك منها. ايه هي؟ نهاية 1 زائد 1 على س الكل اس س لما تقترب من المنهاية لميم س يبقى هتساوي ه اس م. طيب نهاية 1 زائد 1 على س، وهنا الميم هنا الكل اس س، لما الس تقترب من المنهاية يعني في عدد هنا، يبقى المسألة ه اس م. طيب نهاية 1 زائد 1 على س لس زائد م هتساوي ه، يعني اللي بالزائد بتبقى الناتج ه بس. يبقى ما تأثير العدد اللي هيجيني في النهاية؟ خد بالك لو جاي لي هنا عدد يبقى أقول له ه أس م، لو جاي هنا عدد أقول له برضه ه أس م، لكن لو جاي في الزائد أو الناقص أقول له ه بس. هو ده تقريبا الدرس كله اللي أنت إيه خدته، خدت النهايات بالملا نهاية وبالصفر، وخدتهم كمان لو دخل عليهم إيه ثابت. طيب تعالى بقى نحل مسألتنا. مسألتنا بتقول إيه؟ مسألتنا بتقول نهاية
واحد زائد واحد على سين الكل اس 2 سين لما السين تقترب من الما لا نهايه. انا يا مستر عايز التزم بالقانون، مش عايز القوانين دي. نقول له تعالى معايا، هتبقى النهايه واحد زائد واحد على سين الكل اس سين، اهي ده القانون بقى، الكل اس 2. انا خليت الاثنين سين فصلتهم عن بعض، خليت واحده هنا سين وخليت بره الاثنين. طيب ده جوه ايه ده؟ ده جوه ده اهي، وفي بره اتنين تبقى ه تربيع. يبقى انا كده حليتها كاني ما خدتش القوانين اللي انت قلت لي عليها ديت، اللي هي لو هنا فيه ميم تبقى ه اس ميم. طب ما تيجي نحلها لو كانت كده، نقول له تعالى تاني حل اخر اهو، حل اخر، نهايه واحد زائد واحد على سين الكل اس اتنين سين لما السين تقترب من ما لا نهايه، نقول له هنا فيه اتنين، اه تبقى المساله ه اس اتنين. طالما في هنا اتنين مضروبة يبقى المسألة ه أس 2. طب لو كانت هنا يا أستاذ برضه هتبقى ه أس 2، لكن لو مجموعة أو مطروحة تبقى ه. يبقى مسألة بسيطة جدا لو جات لك في الامتحان، عملية بسيطة جدا. عايز تلتزم بشكل القانون يبقى نخلي الاتنين سين دي هنا سين وبره الاتنين، يبقى شكل القانون قدام منك دي تطلع ايه، والاتنين اللي بره تتكتب. عايز تلتزم بالملاحظات اللي احنا قلناها، هنقول له الاتنين اللي هنا هتيجي أس ايه، ه. تعال نشوف مسألة كمان وبنفكرك بالدرس بتاعنا. الدالة بتقول إذا كانت دالة س بتساوي ه أس 3 س، فإن دالة شرطة س بتساوي إيه؟ تعال نفكرك الأول إزاي نفاضل الدالة الأسية. ها؟ لو دالة س بتساوي ه أس س، يبقى دالة شرطة س بتساوي ه أس س. طيب لو دالة س بتساوي ه أس أ س، يبقى دالة شرطة س بتساوي ه أس أ س في تفاضل الأس اللي هو أ. خدت بال حضرتك معايا؟ يبقى مرة تانية، لو هي س بس يبقى بـ ه أس س، لو هي فيها عدد هنا يبقى أقول له هي نفسها برضو بس أنزل التفاضل معايا في المسألة. أمال مسألتنا بتقول إيه؟ بتقول دالة س بتساوي ه أس 3 س. طب ما إحنا هنتعلم بقى، ما إحنا فاكرين بقى افتكرنا، يبقى دالة شرطة س هتساوي ه أس 3 س في تفاضل الأس بـ3. يا ترى انهي واحده بقى في دول؟ خلي بالك معايا، انا عندي هنا ايه اس 3 س، وعندي 3 في اس 3 س، هي دي يبقى هي دي. خلي بالك بس المساله هنا متكرره، لا دي 2 عشان ما بتقولش ان في مسالتين زي بعض، دي ه اس 3 س ودي 3 اس ه اس 2 ايه س، فاحنا اخترنا الاجابه ب اللي احنا عملنا بيها الايه الحل بتاعنا. يبقى الاول بفكرك ازاي بنفاضل الداله المثلثيه وبعدين بنحل الايه المساله. طبعا انت عارف من سنة تانية تكامل سين أس نون دالة سين كنا بنكملها ازاي؟ كنا بنزود الأس واحد ونقسم على الأس الجديد، يبقى نقول له بتساوي سين أس نون زائد واحد على نون زائد واحد زائد ثابت، ولازم نقول له حيث النون لا تساوي سالب واحد، لأن النون لو ساوي سالب واحد هنا هتطلع الناتج كام؟ صفر في المقام ليست له معنى. وبرضو أخدنا تكامل واحد على سين دالة سين، يبقى هتساوي لوغاريتم المقياس بتاع سين للأساس ه زائد ثابت. ومن ضمن الحاجات اللي أخدناها برضو في التكامل، أخدنا تكامل دالة شرطة سين، آسف، دالة سين وهنا دالة شرطة سين، البسط تفاضل المقام. إذا كان البسط تفاضل المقام يبقى الحل ايه؟ هنكمل ازاي؟ نقول له الحل هيساوي لوغاريتم المقام للاساس ايه؟ اللي هو داله س زائد ثابت. كل ده انا بفكرك بيه علشان تبقى انت واخد بالك ازاي بنعرف نحل المساله. تعال بقى نقرا المساله تاني. فهو بيقول لي تكامل 3 س تربيع، دي مساله عاديه دي طالب سنه تانيه ثانوي يحلها، زائد 5 على س. انا عندي واحد على س بعرف اكملها ايه، واحد على س بلوغاريتم س دالة س. طب يا استاذنا هنحل المسألة دي ازاي؟ نقول له تعالى مع بعض كده نفصصها.
اهو نمسك المسألة ونجزأها، يبقى تكامل 3 س تربيع زائد 5 على س دالة س. هنكمل دي، نكمل دي يبقى ازود الاس واحد واقسم على الاس الجديد، يبقى هتساوي 3 اهي في الس تكعيب على 3. لو عايز تختصر نختصر. طيب الخمسة اهي وتكامل الواحد على س بلوغاريتم مقياس س للاساس هي زائد ايه ثابت. بتحط مقياس ليه يا مستر؟ لان الس دي ممكن تكون موجبه وممكن تكون ايه سالبه، بس انا عايز جوه اللوغاريتم لازم يبقى قيمه موجبه، معروف ان اللوغاريتم ما بيبقاش جواه حاجه سالبه، فمضمون علشان تبقى مضمونه انها حاجه موجبه بحط المقياس بتاع اللوغاريتم. يبقى المساله بسيطه جدا. تعال بقى نشوف الاختيارات قايل لي انا مطلعها ايه بقى. خلي بالك الحل النهائي بتاعي ايه، س تكعيب زائد 5 لوغاريتم مقياس س للاساس ه زائد ثابت. ها نحل بقى ونشوف الاختيارات اللي هنا قايل لي س تكعيب ناقص 5 لوغاريتم س زائد ثابت، هنا س تكعيب زائد 5 لوغاريتم س هي الحل رقم ايه ب، اظلل عليها. واخد بال حضرتك معايا؟ ولو انت في المسألة في الامتحان نسيت تظلل بس حليت المسألة في الورقة بتتحسب صح. احنا كنا ناس بتخوفنا نقول لك لو ما ظللتش ما تتحسبش، لا بتتحسب صح. لو نسيت تظلل وبس انت حاللها صح في الورقة ومجرب المسألة وحاللها صح بتتحسب صح. ناخد مسألة كمان. مسألة بتتكلم على سلوك الدالة، وهنا بيتكلم على التزايد والتناقص فقط لا غير. فتعالى مع بعض نشرح يعني ايه تزايد وتناقص. الدالة دالة س بتساوي س تربيع زائد 6 س زائد 2 تكون متزايدة عندما س تنتمي، وراح قايل لي بقى ايه الفترات بتاعتي اللي هو عايز يقولها. طب الحل بتاع المسألة دي بنعمل ايه؟ طبعا أول حاجة بنفاضل دالة س، يبقى نمسك المسألة كده ونقول له الخطوات بتاعت الحل. دالة شرطة س بتساوي س 2 س زائد 6، ادي اول حاجه. طبعا دي داله كثيره حدود المجال بتاعها ما فيهاش اي مشكله. يعني ايه ما فيهاش اي مشكله؟ خلي بالك النقطه الحرجه ممكن تكون يا اما اجيبها من دال شرطه بتساوي صفر، يا اما انها تكون غير قابله للاشتقاق. وبالتالي الداله الغير قابله للاشتقاق بتبقى يا اما داله جذريه يا اما داله معرفه باكثر من قاعده، لكن الداله اللي قدام منا داله كثيره حدود يعني داله ما فيهاش مشاكل. احنا جبنا داله شرطه س بتساوي 2 س زائد 6، يبقى نقول له ايه؟ داله شرطه س بتساوي صفر. ليه يا استاذ؟ نقول له ما انا علشان اجيب النقطه الحرجه اساوي داله شرطه س بتساوي صفر. اقول له يبقى اذا 2 س زائد 6 بتساوي صفر، يبقى ال 2 س بتساوي سالب 6، يبقى السين هتساوي سالب 3. هي دي النقطة الحرجة. حرجة يعني ايه؟ حرجة يعني تفصل ما بين الايه الدالتين. انا هاجي كده بقى وارسم دالة شرطة واعمل بحث اشارة لدالة شرطة سين، اجي اقول له ادي سالب 3 اهي، ودي دالة من الدرجة الاولى، ممكن انا اعملها على انها دالة من الدرجة الاولى، وممكن اعوض بقيمة هنا على اليمين واعوض بقيمة هنا على الشمال. اللي مش واخد باله ممكن يعوض. طب يميني هنا ايه؟ يميني سالب 2 وسالب 1 وصفر وواحد واتنين، طب انا هاخد الصفر، يبقى 2 في صفر بصفر زائد 6 طلعت موجبه، يبقى كل الركن ده موجب. طب الناحيه الثانيه الاعداد هتبقى فيها ايه؟ فيها سالب 4 وسالب 5 طب انا هاخد سالب 4، 2 في سالب 4 بسالب 8 زائد 6 يبقى الناتج هيطلع سالب، يبقى الاشاره هنا سالب. اي حاجه موجبه تبقى تزايديه بنعمل لها سهم من فوق كده، واي حاجه سالبه تبقى تناقصيه. طب هو الراجل بيسالني بيقول لي الداله دي تزايديه فين؟ اقول له تزايديه في الفتره من سالب 3 الى ما لا نهايه. طيب فين الكلام ده؟ نقول له اهي الفقره جيم. يبقى انا كده قدرت يعني اراجع لك على التزايد والتناقص بسهوله. الداله لما تبقى كثيره حدود يبقى ازاي اعرف اطلع النقطه الحرجه؟ هفاضل واساوي بالصفر. سوينا بالصفر وبعد كده باجي باخد اطلع النقطة الحرجة افصل بينها بقى اعمل عليها بحث اشارة الدالة. واخد بال حضرتك معايا؟ وبحث اشارة الدالة دوت يبين لي الفترة الموجبة تبقى هي التزايدية، الفترة السالبة تبقى هي الايه التناقصية. ناخد مسألة كمان.
إذا كان للمنحنى صاد بتساوي 5 س ناقص أ الكل أس 3 زائد 4 نقطة انقلاب عند س بتساوي 2، فأن أ تساوي إيه؟ لما تبقى النقطة نقطة انقلاب، ها؟ يبقى معنى كده إن التفاضل الثاني يساوي صفر لما س بتساوي 2. نقطة الانقلاب أهو، أنا بفكرك بالدرس. إيه الحل؟ وقبل الحل تعال نفتكر. لو جه في مرة قال لي إن النقطة أ وب نقطة انقلاب، تفهم منها إيه؟ أقول له خلي بالك عند س بتساوي أ ده الشرطتين أ تساوي صفر، وأقول له كمان إنه عند أ وب تحقق الدالة الأصلية اللي هي دال. على طول كده أول ما يجي يقول لي دي نقطة انقلاب أفهم منها حاجتين، أفهم إنه عند س بتساوي أ التفاضل الثاني للدالة عند أ بتساوي صفر، وأفهم كمان إن لو معايا مجهول تاني إن النقطة أ وب دي بتحقق الدالة الأصلية. يعني إيه الدالة الأصلية؟ يعني مش دال شرطة، مش دال شرطين، لا دال الأصلية اللي ما اتعملش فيها حاجة. طب ما المسألة بتاعتنا دي إيه؟ نقول له تعالى معايا بقى، نقول له ادي ايه؟ صاد بتساوي 5 س ناقص أ الكل أس 3 زائد 4، دي الدالة الأصلية اللي بكلمك عليها، محدش عمل فيها حاجة. طيب وصاد شرطة دي تفاضل أس، يبقى معنى كده هنزل الأس أهو 3 ينزل 5 س ناقص أ الكل أس 2. نزلت الأس يا مستر؟ ماشي. طب ناخد فاصل يا استاذ خالد ونرجع نسير. اعزائي الطلبه فاصل قصير ونرجع نستكمل مع بعض مع استاذ خالد بقيه الافكار بتاعته. اعزائي طلبه الصف الثالث ثانوي، اهلا بكم مره اخرى في برنامجكم مدرسه على الهواء. احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على ماده التفاضل والتكامل، وشفنا مع بعض مع استاذ خالد رجع لك القوانين الاساسيه في الاشتقاق، زي ما عرفنا مشتقه الجا هنا بجتا، مشتقه الجتا بسالب جا، مشتقه الظا بقا تربيع، وعرفنا الحاجات الاضافيه طبعا مشتقه القتا طبعا، وعرفنا مشتقه الايه الزطا والحاجات دي اللي هي الاضافات الجديده، الى جانب خدنا بقى النهايات واتكلمنا على فترات ايه التزايد والتناقص. هنستكمل مع بعض فكره السؤال اللي كان سيبناه قبل الفاصل، ونرحب بالاستاذ خالد مره اخرى. اهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا. نستكمل بقى موضوعنا بقى تاني ونشرحه من الاول جديد لو انت كنت مش واخد بالك يعني ايه نقطه انقلاب. فانا بقول لك لو انا عندي نقطه هو مدهاني قال لي أ وب نقطه انقلاب، يبقى معنى كده انه عندي س بتساوي أ د شرطتين للداله أ دي بتساوي صفر، يعني انت تفاضل مرتين وتساوي الداله بايه؟ بصفر. وبعدين أ وب نفسهم بيحققوا الداله الاصليه. واحد يسال يعني ايه الداله الاصليه؟ اقول له الداله د اللي هي ما تفضلتش خالص. فانا عندي الداله الاصليه اهي، بيقول لي ص بتساوي 5 س ناقص أ الكل أس 3 زائد 4، دي الداله الاصليه. طيب عايزين بقى نقول له نفاضلها، يبقى ص شرطه بتساوي انزل الاس، يبقى 3 في 5 س ناقص أ الكل أس 2 في تفاضل ما بداخل القوس اللي هو كام؟ 5. نظبطها شوية يبقى ص شرطة بتساوي 3 في 5 ب 15 5 س ناقص أ الكل تربيع. تعال نفاضل تاني في الصفحة اللي بعديها أهو قدامك، أنا معايا ص شرطة بتساوي، معايا ص شرطة بتساوي 15 في 5 س ناقص أ الكل تربيع. يبقى ص شرطتين نفس الحكايه، هنزل الاس، الاس هينزل هتبقى 30 في 5 س ناقص أ الكل اس 1 في تفاضل ما بداخل القوس 5. نظبطها شويه يبقى ص شرطتين 30 في 5 ب 150 في 5 س ناقص أ، هي كده جبنا ص شرطتين. طب ما نعمل ايه يا استاذ؟ نقول له هنساوي ص شرطتين دي بالصفر وهنعوض عن السين باتنين زي ما الراجل قال لي. يبقى تعالى نيجي نقول له ايه؟ ادي مكان دي صفر، وهنا ادي 150 في 5 في 2 ب 10 ناقص ايه؟ 1000. معايا كده؟ طيب حاجه في حاجه بتساوي صفر، يا اما الاولانيه بتساوي صفر وده مستحيل، يا اما 10 ناقص الف هي اللي بتساوي صفر. اقول له اذا 10 ناقص الف بتساوي صفر، ومنها الالف هتساوي كام؟ هتساوي 10. تعالى نرجع للاختيارات بتاعتنا هنا، هنقول له الف ب 2، ألف بخمسة، بأربعة، بعشرة، لا إحنا هنختار بعشرة لأن إحنا حليناها وطلعناها 10. يبقى لابد إنك أنت تراجع معايا إزاي تفاضل تفاضل القوس، أفاضل الأس نفسه
وبعدين افاضل ما بداخل الايه القوس. ناخد المساله اللي بعد كده، بيقول لي القيمه العظمى المطلقه للداله داله س بتساوي سالب س تربيع في الفتره من سالب 3 و2 هي، وسكت وقال لي بقى الاختيارات بتاعته، يا ترى داله سالب 3، داله 0، داله 1، داله 2. القيمه العظمى المطلقه ديت انا عندي في عظمى محليه وصغرى محليه اللي هي بتيجي عن طريق النقط الحرجه، لكن العظمى المطلقه بتبقى محدده بفتره ولازم النقطه الحرجه تنتمي للايه للفتره اللي معايا. فتعال نشتغل الاول شغل عادي، نجيب النقطه الحرجه بتاعتنا. فبنيجي نقول له ادي داله س اهي بتساوي سالب س تربيع، نقول له يبقى داله شرطه س هتساوي، هنزل الاس تبقى سالب 2 س، اساوي داله شرطه س بالصفر، يبقى اقول له يبقى 2 س بتساوي صفر، ومنها الس هتساوي كام؟ صفر. اصبح عندي دلوقتي هاخد معايا الصفر وهاخد معايا السالب 3 وهاخد معايا الكام؟ الاثنين. يبقى انا هعوض كده بداله صفر ودالة التلاتة أول، دالة سالب تلاتة أول الفترة ودالة الاتنين آخر الفترة. عشان تجيب القيم العظمى المطلقة لازم الأول أجيب النقطة الحرجة، ولازم أول أتأكد إنها تنتمي للفترة اللي هي سالب تلاتة وكام؟ واتنين. لو مش بتنتمي للفترة ما خدهاش معايا. طب مين هتاخده معاك بقى عشان تعوض في الدالة الأصلية بتاعتك؟ آخد معايا النقطة الحرجة وآخد معايا بداية الفترة وآخد معايا نهاية الفترة. يلا نعوض في الدالة بتاعتنا بقى، الدالة الأصلية، يبقى سالب صفر الكل تربيع بصفر. ها سالب سالب 3 الكل تربيع، سالب 3 الكل تربيع بإيه؟ بتسعة، وفي سالب يبقى سالب 9. ها وبعد كده سالب 2، سالب هنا وسالب 2 الكل تربيع تبقى بسالب 4. يقول لك العظمى المطلقه هي اكبر حاجه فيهم، اكبر حاجه فيهم اللي هي هتبقى دي. اذا داله صفر هي العظمى المطلقه. طب يا مستر ما جبتليش الصغرى المطلقه، هو بيسال على العظمى المطلقه هنا. لو عايز الصغرى المطلقه تبقى اصغر واحده فيهم اللي هي هتبقى داله سالب 3 تجيب سالب 9. اجابتنا هنا بقى هتبقى مختاره، اقول له ب اللي هي دالة صفر. هو بيقول لي القيمة العظمى المطلقة انهي في دول، دالة سالب 3 ولا دالة صفر ولا دالة 1 ولا دالة 2؟ انا بعد الحل والتأكد من الحل قدرنا نطلع الناتج ان العظمى المطلقة هي دالة صفر. ناخد كمان مسألة كده، بيقول لي تكامل ظا تربيع دالة س بتساوي ايه. افكرك الاول بالعلاقات اللي اخدناها في اولى ثانوي. احنا اخدنا حاجه اسمها 1 زائد ظا تربيع س بتساوي قا تربيع س. يبقى انا ممكن اقول له اثبت الظا واودي الواحد الناحيه الثانيه واقول له الظا تربيع س بتساوي قا تربيع س ناقص 1. طب ليه يا استاذ؟ نقول له اصل ما عنديش تفاضل للظا، انا عندي تفاضل للايه؟ للقا تربيع. خلي بالك تكامل، انا اسف بتكلم على التكامل، تكامل جا س داله س وتكامل جتا س داله س وتكامل قا تربيع س داله س. تكامل الجتا بجا س زائد ثابت، تكامل الجا بسالب جتا س زائد ثابت، تكامل القا تربيع بظا س زائد ثابت. دول الثلاث دوال الاساسيين. في عندي بعد كده دوال تانية بنكملها، يا اما بنكملها بالبسط تفاضل المقام زي تكامل الظا. لما تحب تكامل الظا ملهاش قاعده، هتقول له الظا دي عباره عن جا على جتا، يبقى البسط تفاضل المقام وتكملها، وكذلك الظا. فتعالى بقى هنا، انا دلوقتي قدرت اشيل الظا تربيع كتبتها بالصيغه دي، يبقى المساله دي هعملها ازاي؟ انت مدهاني تكامل، انت مدهاني تكامل ظا تربيع س دالة س، وانا هشيل لك الظا دي وهكتبها لك عباره عن قا تربيع س ناقص 1 دالة س، عن طريق العلاقه دي اللي بتقول ان 1 زائد ظا تربيع بتساوي قا تربيع. دي من العلاقات المهمه جدا، وهتقول لي دي في اولى ثانوي يا مستر انا هفتكرها. لازم تفتكرها، بنحل بيها المسائل. ومن ضمن العلاقات دي برضو 1 زائد ظا تربيع س بتساوي قا تربيع س،
ومن ضمنها برضو اشهرها اللي هي جا تربيع س زائد جتا تربيع س بتساوي 1. الحاجات دي لابد انك انت تخش الامتحان وانت فاكرها، لان ادي حاجه زي كده اللي هيحل المساله دي، العلاقه دي. انا شلت الظا تربيع كتبت مكانها قا تربيع ناقص 1. طب يلا بقى نخش تكامل القا تربيع، انت لسه شارحها لي، تكامل القا تربيع بظا س. طب تكامل الواحد بس زائد ثابت. يبقى تعالى بقى يا ترى الاختيارات دي موجود فيها الكلام ده. اول اختيار الحل ظا س ناقص س زائد ثابت، ظا س زائد س زائد ثابت، ق اس 4 س ثلث ظا تكعيب زائد ثابت. لا، الحل هنا عندي ظا س ناقص س زائد ثابت. وطبعا لابد انك انت تحل اولا، مش هنختار كده والسلام. يبقى احنا كده فكرناك بالايه؟ بالدرس. تعالى بقى نشوف مسألة كمان، مسألة إثبات. بيقول لي إثبت إذا كان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 3، فاثبت أن ص أس 3 لص شرطتين زائد 3 بتساوي 0. برضو فاكر لما قلنا لك إزاي بتعرف تفاضل السين بالنسبة للسين والصاد بالنسبة للسين؟ هو ده اللي هنعمله في المسألة دي. يلا معايا كده وبالراحة وواحدة واحدة، عشان المسألة الإثبات يعني لابد إن إحنا نوصل للي هو قايل عليه بالظبط. هنمشي مع بعض واحدة واحدة كده، فهنيجي نقول له ايه الحل. س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 3، دي العلاقة اللي هو مدهاني. المسألة هي قدامك تاني واضحة، إذا كان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 3، فاثبت أن ص تكعيب ص شرطتين زائد 3 بتساوي 0. فأنا مسكت العلاقة نفسها وتعالى نفاضلها. فلما هفاضلها اقول له ايه؟ فاضل السين بالنسبه للسين هتبقى 2 س، زائد افاضل ديت هتبقى 2 ص في د ص على د س بتساوي 0. تفاضل الثلاثه بصفر. ها تعالى بقى قبل ما تحل خالص، معلش نودي دي الناحيه الثانيه ونقول له ايه؟ يبقى د 2 ص في د ص على د س بتساوي سالب 2 س، واقسم على ال 2 ص يمين وشمال، يبقى د ص على د س هتساوي سالب س على ص. مهمة دي احنا هنحتاجها. د س د ص على د س دي احيانا بنسميها ص شرطة. خليك بقى في العلاقة بتاعتنا دي اللي هي 2، خليك معايا برضو، 2 س زائد 2 ص ص شرطة بتساوي 0. بالاسم على الاثنين تبقى س زائد ص ص شرطة بتساوي 0. فاضل بقى التفاضل الثاني. افاضل التفاضل الثاني هيبقى تفاضل السين بواحد، افاضل ده بحاصل ضرب دالتين، فنيجي نقول له الاول ص في تفاضل الثاني ص شرطتين زائد الثاني ص شرطه في تفاضل الص ص شرطه هي كمان تساوي صفر. ص شرطه في ص شرطه بص شرطه تربيع، يبقى ادي الواحد زائد ص ص شرطتين زائد ص شرطه الكل تربيع بتساوي صفر. طب انت مجهزها دي؟ اه انا مجهزها اهي، ص شرطه اهي عاملها لك عليها برواز بتساوي سالب س على ايه؟ ص. طب ما تيجي تعوض عنها، يبقى دي واحد زائد ص في ص شرطتين زائد سالب س على ص اللي انت مجهزها الكل تربيع بتساوي كام؟ بتساوي صفر. ربع بقى القوس ده كده وهاتها لي في ورقه كمان عشان خاطر تعرف تشوف كويس، هكتبها لك تاني عشان تاخد بالك معايا. اخر حاجه وصلنا لها، واحد زائد ص ص شرطتين زائد سالب س على ص الكل تربيع بتساوي صفر. طب ربعها هيبقى واحد زائد ص ص شرطتين زائد، لما تربع هتلغي الاشاره وتبقى المساله عباره عن س تربيع على ص تربيع بتساوي كام؟ صفر. هتيجي تقول له ايه؟ بالضرب في ص تربيع، اضرب في ص تربيع للمساله كلها. يبقى هتضرب هنا في ص تربيع هتبقى ص تربيع، هتضرب هنا في ص هتبقى ص تكعيب ص شرطتين زائد س تربيع، هتروح هنا ص تربيع مع ص تربيع هتروح بتساوي صفر. الله، طب ما انا عندي س تربيع زائد ص تربيع، عندي العلاقه دي اساسا موجوده، الراجل قايل لي عليها، قايل لي ان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي كام؟ 3. انا ممكن اشيل دول واقول له ص تكعيب ص شرطتين زائد، بدل ما اكتب لك س تربيع زائد ص تربيع بتساوي صفر، انا هشيل دول كلهم واكتب مكانها كام؟ 3. يبقى ص تكعيب ص شرطتين زائد 3 بتساوي صفر،
وهو ده المطلوب اثباته. خلي بالك هو كان عايز يثبت من الاول كده، اثبت ان ص تكعيب ص شرطتين زائد 3 بتساوي صفر. اشرح تاني عشان تاخد بالك لان المساله طولت معانا الاول. بنقول لحضرتك اهو من البدايه كده بتمسك انت العلاقه اللي هو مديها لك دي كانك بتمسك المعطيات، يبقى بتقول له ادي المعطيات بتاعتك اهي، المعطيات ان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 3. هنفاضل، وبعد ما نفاضل اول مره هنحتفظ بالناتج، واحنا فهمنا ليه بنحتفظ بالايه بالناتج. فاضلنا اول مره وقسمنا على الاثنين وطلعنا د ص على د س، او طلعنا ص شرطه بسالب س على ص واحتفظنا بيها. ونرجع بقى نكمل شغلنا تاني. انا معايا 2 س زائد 2 ص، ص شرطه بتساوي صفر. اختصرت على الاثنين وهبدا بقى ايه افاضل التفاضل التاني، تفاضل السين بواحد. الله، ده تفاضل حصل ضربتين يا مستر. نقول له الاول ص في تفاضل الثاني ص شرطه لما فاضلها ثاني تبقى ص شرطتين، زائد الثاني ص شرطه في تفاضل الص بص شرطه، ص شرطه في ص شرطه بص شرطه لكل ايه تربيع. طب ما انت عندك ص شرطه تربيع، ص شرطه عندك بسالب س على ايه على ص، يبقى هشيلها واحط مكانها سالب س على ص. وكتبنا العلاقه اهي، واحد زائد ص في ص شرطتين زائد سالب س على ص لكل تربيع بتساوي كام؟ صفر. وربعناها، ولما ربعناها خلي بالك لغينا الاشاره لان التربيع بيلغي الايه؟ اشاره. وضربنا في ص تربيع للاطراف المعادله كلها، وكتبنا جنبك هنا عشان تفهم الاستاذ بتاعك، انا بضرب في ص تربيع. ضربنا في ص تربيع، اكتشفت ان المساله فيها ص تربيع وفيها س تربيع. الله، طب ما انا يا مستر عندي س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 3، ما انا ممكن اشيل الاثنين دول اهم، انا عم مبروزهم لك، ما انا ممكن اشيل الاثنين دول واحط مكانهم 3. يبقى انا فعلا شلتهم وحطيت مكانهم 3. طب ليه يا مستر؟ نقول له اصل ده المطلوب. خلي بالك هو بيقول له اثبت ان ص تكعيب ص شرطتين زائد 3 بتساوي صفر. يبقى المسألة اللي فيها إثبات لازم نوصل للصيغة اللي هو طالبها مني. علشان كده احنا ايه فضلنا ماشيين واحدة واحدة لغاية لما وصلنا للصيغة اللي طالبها مني الايه المستر. تعال نشوف مسألة كمان. المسألة بتقول سلم ثابت الطول ينزلق طرف العلوي على حائط رأسي بمعدل كاف وحدة، وأوجد معدل ابتعاد طرفه السفلي عن الحائط عندما يميل السلم على الرأس بزاوية سيتا. يبقى تعالى نتخيل المسألة كده، تعالى نتخيل المسألة ادي السلم اهو ثابت الطول، يعني طوله ثابت. لو انزلق يبقى بيعمل تغير هنا كده، خلي بالك الانزلاق اللي الرأس ده بالسالب، يعني انا اقدر اقول له كده الحل انه انا لو سميت دي س وسميت دي ص اقول له د ص على د س على د ن، معدل التغير هنا بيساوي سالب كاف. ليه يا استاذ؟ نقول له اصل ده بيقلل المسافه، يعني انت هنا كده لما تنزلق كده يبقى بتقلل المسافه، طب لو انزلقت كده لا بتزود. علشان كده ها الانزلاق الافقي بيبقى بالموجب، انما الانزلاق الراسي بيبقى بالايه بالسالب. طب ايه العلاقه؟ نقول له انا هفرض ان طول السلم فيه، وهفرض كمان ان الزاويه اللي بيصنعها مع الراس خلي بالك سيتا. هو حتى بيقول له حيث قتا سيتا، قتا يعني ايه؟ المقابل، الوتر على المقابل، 5/4. فانا هقول له ان العلاقة اللي موجودة عندي هنا في المسألة ان س تربيع زائد ص تربيع بتساوي ف تربيع، لانه ما قاليش طول السلم كام فانا افترضته فيه. طب ليه يا استاذ ما يبقاش متغير؟ لانه هو في الاول بيقول لي سلم ثابت الطول، يعني مش زي السين ومش زي الصاد. يبقى في الحالة دي لما تيجي تفاضل بالنسبة لنون يبقى نيجي نقول له ايه؟ 2 س افاضل بالنسبة للنون، السين غريبة عن النون، يبقى نقول له 2 س في د س على د ن، زائد برضو الصاد هنا هفاضل بالنسبه للنون 2 ص في د ص على د ن، اما الف ده مقدار ثابت يبقى بصفر. الدال ص على د ن عندي بكام؟ بسالب كاف. طب امال السين بكام؟ نقول له خلي بالك بقى، بما ان قتا سيتا بتساوي 5/4
يبقى معنى كده ان السين بتساوي 5 4 ميم، والصاد بتساوي 3 ميم، لانه دي هتبقى 4، دي هتبقى 5، هتبقى دي 3. طب ايه لازمة الميم؟ نقول له علشان يبقى نديله كل الاحتمالات بتاعة الحل، ما نديلوش حل واحد، لان انا ممكن اقول لك السين ب4 والصاد ب3 والفه ب5، ده احد الحلول. معايا كده؟ يبقى السين بتساوي 4 ميم، والصاد هتساوي 3 ميم، والفه هتساوي 5 ميم. ها بص كده، السين هتساوي كام؟ 4 ميم، الصاد هتساوي كام؟ 3 ميم. طب هات القتا كده، نقول له القتا الوتر على على الايه المقابل، يبقى 5 ميم على 4 ميم ب5 على 4، يبقى كلام مظبوط. طيب تعال نعوض بقى في المعادله، تعال نكتبها تاني قدام منك. 2 س في د س على د ن زائد 2 ص في د ص على د ن بتساوي صفر. الاثنين مالناش دعوه بيها، السين انا لسه قايل لك عليه ب4 ميم، في د س على د ن ده احنا اللي عايزين نجيبها، زائد هنا هيبقى في ناقص 2 في الصاد احنا قلنا عليها ب3 ميم، الكاف بسالب كاف، هتبقى هنا السالب اللي احنا عملنا حسابها بتساوي صفر. في هنا 2 وهنا ميم وهنا 2 وهنا ميم، نقول له بالقسمة على 2 ميم لجميع الأطراف، يبقى هقسم هنا على 2 ميم، هقسم هنا على 2 ميم، ها يبقى الناتج 4 في د س على د ن ناقص 3 كاف بتساوي صفر. أودي الثلاثة كاف الناحية التانية، يبقى 4 في د س على د ن بتساوي 3 كاف، وبالقسمة على الأربعة يبقى إذا د س على د ن هتساوي 3 كاف على 4. إذا ده لما ينزل بمقدار كاف ده ينزلق بمقدار 3 كاف على إيه؟ 4، بس ده هينزل بالسالب وده هينزل بالإيه؟ بالموجب. طبعا دي مسألة مش اختيارات، فعشان كده مش بنبص على الاختيارات بتاعت المسألة. نشوف مسألة كمان، بيقول أول ما يجي يقول لك إذا كان ميل المماس للمنحنى، يبقى أنت هتقول له يعني د ص على د س، يبقى في الحالة ديت المنحنى نفسه مش معاك، أنت هيطلبه منك. ها إذا كان ميل المماس للمنحنى د للدالة د عند أي نقطة س وص عليه بيساوي 1 على 2 س ناقص ه، وكان دالة ه بتساوي نص، فوجد دالة 2 ه. تعالى نمشي مع بعض في المسألة بالراحة كده واحدة واحدة. ميل المماس احنا عارفينه انه اسمه د ص على د س، بيساوي ايه؟ هو الراجل بيقول لي بيساوي 1 على 2 س ناقص ه. أنا عندي حاجة اسمها فصل المتغيرات، أو أحيانا بنسميها تبادل الضرب التبادلي، يعني هقول له يبقى د ص هنا لوحدها بتساوي 1 على 2 س ناقص ه في د س، يبقى أنا كده عملت ايه؟ فصل متغيرات، وديت الدال سين الناحية التانية، وهعمل تكامل هنا وهعمل تكامل هنا. لما اجي اكامل تكامل الدال صاد تديني صاد، الصاد دي خلي بالك اللي هي في نفس الوقت بسميها دالة سين. لما اجي اكامل دي ده واحد على حاجة بتفكرني باللوغاريتم، بس لازم يكون البسط تفاضل المقام. ها الله يا استاذ، طب ما انا ممكن اضرب هنا في 2 واقسم هنا على ايه؟ على 2، علشان لما اجي افاضل المقام، تفاضل المقام 2 س تفاضلها ب2، يبقى انا ضربت في 2 وقسمت على 2، يبقى ساعتها بقى نقول له ادي النص اهو في لوغاريتم مقياس 2 س ناقص ه للاساس ه زائد ثابت، يبقى انا كده فاضلت ايه؟ كملت المساله. يبقى اصبح دلوقتي عندي داله س بتساوي نص لوغاريتم مقياس 2 س ناقص ه زائد ثابت. اداني الراجل معلومه هنا بيقول لي خلي بالك ده دالة ه بتساوي نص، يعني حضرتك لما تشيل كل س وتحط ه الناتج يطلع نص، يبقى انا لو انا حطيت هنا ه يبقى الناتج هنا يطلع كام؟ نص. طب عايزين نحط هنا ه، نقول له ادي نص اهو لوغاريتم للاساس ه 2 في س، يعني 2 في ه ب2 ه ناقص ه زائد ثابت. 2 ه ناقص ه به، لوغاريتم ه للاساس ه بواحد، يبقى ساعتها هنقول له ادي النص بيساوي نص في واحد بنص زائد ثابت. ولو وديت النص الناحيه الثانيه هتستنتج ان الثابت بيساوي صفر. امال شكل الداله ايه بقى لما الثابت بيساوي صفر؟
نقول له شكل الداله هيبقى كالاتي: داله س بتساوي نص لوغاريتمي للاساس ه مقياس 2 س ناقص ه. كان في هنا زائد ثابت شيلناه لان طلع الثابت بايه؟ بصفر. امال حضرتك طالب ايه؟ الراجل طالب عايز داله 2 ه بكام؟ يعني ايه داله 2 ه؟ يعني شيل لي كل س وحط مكانها 2 ه، يبقى ادي النص اهو لوغاريتمي للاساس ه، وانا هشيل السين دي، الله، احط مكانها 2 ه، وفي 2 يبقوا 4 ه ناقص ه، 4 ه ناقص ه ب 3 ه، يبقى داله 2 ه هتساوي نص لوغاريتم 3 ه للاساس ه. خلي بالك هنا عايز تحط المقياس تحطه، عايز تسيبه لان اله كميه موجبه مش مستحيل تبقى سالبه، فانت عايز تقول له مقياس 3 اهي ماشي، ممكن تتنازل عن المقياس لتاكدك ان ما داخل المقياس مقدار ثابت او مقدار موجب، خلاص ما فيش مشكله. يبقى ده الحل النهائي اللي هو طالبه في المساله، لان الراجل قال لي اوجد داله 2 اهي. مشينا في المساله واحده واحده، ولو مش مستوعب معايا مستعد نعيدها تاني عشان تفهم، وعلشان احنا عايزينك تنجح باذن الله وتجيب الدرجه النهائيه. نشوف مسألة كمان. عين القيم القصوى المطلقة للدالة دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 3 س زائد 2 في الفترة من سالب 2 و1. قيم قصوى مطلقة اللي هي القيم اللي احنا قلنا قبل كده عليها، اللي هي القيم المطلقة اللي احنا بنعين النقطة الحرجة بتاعتنا، وبعدين بناخد معانا أول الفترة وناخد معانا آخر الإيه الفترة. طب إزاي أجيب النقط الحرجة؟ نقول له إيه؟ خلي بالك بقى معايا، احنا بنعيد لك تاني الشرح أهو تاني. عشان تجيب النقط الحرجة يبقى بنيجي نقول له إيه؟ نجيب له دالة شرطة س بتساوي 3 س تربيع، بفاضل أهو، س تكعيب بنزل الأس 3 وأخصم من الأس 1 ناقص 3. طب والاتنين؟ تفاضل الثابت بصفر. طيب بعد كده اساوي دي بصفر، اقول له لما داله شرطه س بتساوي صفر اذا 3 س تربيع ناقص 3 بتساوي صفر، يعني 3 س تربيع بتساوي 3 بالقسمه، تبقى الس تربيع بتساوي 1، تبقى الس بتساوي موجب او سالب ايه؟ 1. الموجب والسالب 1 دول لو انت عايز تبحث بقى الاشاره وتعرف القيم العظمى المحليه والصغرى المحليه، ادي سالب 1 هنا وادي 1 هنا، ودي داله دالة شرطة دالة تربيعية، ها معامل السين فيها موجب، فهتيجي تقول له هنا مثل ألف عكس ألف مثل ألف، فهتيجي تقول له الألف موجبة، يبقى ده موجب ده سالب ده موجب، وبالتالي لو هنا موجب بعدها سالب تبقى دي الصغرى، لو هنا سالب بعدها موجب تبقى دي العظمى، بس صغرى ايه؟ صغرى محلية. بس انا مش طالب كده، ده انا طالب الصغرى المطلقه. نيجي نقول له الاول هل النقطتين دول معاك في الفتره ولا مش معاك؟ معايا، اخدهم. يبقى في الحاله ديت انا بقى هعمل ازاي؟ اقول له داله سالب 2 اول الفتره، وبعدين داله 1، وبعدين داله السالب ايه؟ 1. يبقى انا خدت النقطتين الحرجتين، وخدت بدايه الفتره، وخدت نهايه الايه؟ الفتره. يلا نعوض بقى. ها؟ سالب 2 الكل تكعيب بسالب 8، سالب 3 في سالب 2 بموجب 6 زائد 2 تطلع بصفر، 6 و2 8 وسالب 8 تطلع بصفر. ها 1 الكل تكعيب تطلع بواحد، ناقص 3 في 1 ب 3 زائد 2 ادي 1 وادي 2 3 من سالب 3 برضو تطلع بصفر. ها سالب 1 الكل تكعيب بسالب 1، سالب 3 في سالب 1 بموجب 3 زائد 2 3 و2 5 من سالب 1 يطلع ب4. الراجل بيقول لك العظمى المطلقة هي أكبر قيمة فيهم، يبقى دي هتلاقيها إيه؟ عظمى مطلقة. الصغرى المطلقة في 2 صغرى مطلقة، لأن الاتنين قد بعض. يعني هاجي أقول له كده سالب 2 وصفر وواحد وصفر، الاتنين دول على بعض كده اسمهم صغرى مطلقة. إنما سالب 1 و4 عظمى مطلقة. يبقى هو لما الراجل قال لي عين القيم العظمى المطلقة، أولا عملت إيه؟ فضلت. بعد ما فضلت حددت الصغرى المحلية والعظمى المحلية، وبعد كده شفت النقطتين اللي معايا ينتموا للفترة خدتهم معايا،
بتاخدهم فين بقى؟ بتعوض فيهم بالدالة الايه؟ الاصلية. ناخد مسألة كمان، بيقول لي اذا كان طول وتر مثلث قائم الزاوية بيساوي 10 سنتي، اوجد طول كل من الضلعين الاخرين عندما تكون مساحة المثلث اكبر ما يمكن. اول ما يجي يقول لي اكبر ما يمكن، انا على طول بفهم انها تطبيقات على القيم العظمى والايه والصغرى، وكأنها مسألة قيم عظمى وايه وصغرى. بس تعالى نتخيل مع بعض المسألة. المسألة بتقول ان انا عندي مثلث قائم، اهو قدامك مثلث قائم كده، الوتر بتاعه ثابت بيساوي 10، وادي السين وادي الصاد، عايز مساحته اكبر ما يمكن. فانا الاول لابد ان انا اعمل علاقة ما بين السين والصاد. العلاقة اللي ما بين السين والصاد نظرية ها فيثاغورس، اللي هي ان سين تربيع زائد صاد تربيع بتساوي 10 تربيع اللي هي ايه 100، هي دي العلاقة اللي بينهم. طيب انا عايز ايه اشوف الصاد بكام، اقول له يبقى الصاد تربيع بتساوي 100 ناقص سين تربيع. طب الصاد لوحدها بكام، نقول له يبقى الصاد بتساوي جذر 100 ناقص سين تربيع. واحد يقول لي ليه يا استاذ ما قلتش زائد وناقص، اقول له لا ما ينفعش اقول له زائد وناقص هنا، لان الصاد بتعبر عن طول ضلع فلازم يطلع بالايه بالموجب. يبقى انا كده عرفت الصاد بكام. طب ما انت بتكلمني عن ايه، بتكلمني عن مساحه، يبقى اقول له مساحه المثلث نص السين في الصاد. بس ده المساحه دي لازم تبقى متغير واحد، نقول له ما انا هشيل لك الصاد دلوقتي وهقول لك تبقى مساحه المثلث نص السين في الصاد اللي انت جبتها اللي هي 100 ناقص سين تربيع، فبقت المساحه في متغير ايه واحد. تعالى في صفحه تانية نبين الكلام ده. المساحه اهي بتساوي نص سين في جذر 100 ناقص سين تربيع. احسن طريقه في المسائل دي انك تدخل السين جوه، ولما تخش جوه بتتربع حسب الدليل اللي معاك. الدليل جذر تربيعي يبقى تتربع، لو جذر تكعيبي تبقى تتكعب. يبقى هقول له الميم هتساوي نص اهي في الجذر التربيع، السين دي هتخش تربيع تبقى 100 سين تربيع، والسين دي هتخش تربيع هنا كمان هتبقى سين اس 4. كده بقى جذر واحد. وفي الحاله دي لما تحب نجيب ميم شرطه، ميم شرطه هنا المقصود بيها دال ميم على دال سين، هتساوي نص في 1/2 الجذر اللي هو 100 سين تربيع ناقص سين اس 4، في تفاضل ما بداخل الجذر، تفاضل ما بداخل الجذر تبقى 200، ال 2 سين هتنزل سين ناقص 4 سين تكعيب. يعني لو حبيت تعدلها شويه النص في النص تبقى ب4، وادي الجذر اهو 100 سين تربيع ناقص سين اس 4، وهنا 200 سين ناقص 4 سين تكعيب. بما ان المقدار الموجب اللي جوه الجذر لا يساوي الصفر وهو مقدار موجب، فاحنا هنبص للبسط بس، يعني هنيجي نقول له ايه؟ البسط يساوي صفر، يبقى اذا ال 200 سين ناقص 4 سين تكعيب بتساوي صفر. اخد 4 سين عامل مشترك هيبقى لي من هنا 50 ناقص سين تربيع بتساوي صفر. 200 على 4 فيها ال 50، سين على سين راحت، 4 على 4 راحت، سين تكعيب على سين فيها سين تربيع. وهقول له يا اما السين بتساوي صفر يا اما القوس ده بيساوي صفر. طبعا مستحيل السين بيساوي صفر، لانه السين لو ساوي صفر يبقى مش هيبقى فيه مثلث. يبقى في الحاله ديت هقول له كده ها، اما انه السين تساوي صفر او انه ان سين تربيع بتساوي 50، ومن هنا تبقى السين بس بتساوي 5/2. ونرجع نعوض، انا معايا صاد تربيع بتساوي 100 ناقص سين تربيع، وانا عندي السين تربيع جايبها ب50، تبقى الصاد تربيع بتساوي 100 ناقص كام 50، هتطلع ب50، تبقى الصاد تربيع بتساوي 50، يبقى برضو الصاد هتساوي 5/2. طب انا عايز اتاكد انها اكبر ما يمكن ولا مش اكبر ما يمكن، يعني هل دي اكبر مساحه، يبقى لابد ان انا اجيب ميم شرطتين او ابحث اشاره الداله اللي موجوده هنا دي. لما ابحث اشاره الداله هبحث اشاره الايه البسط. احنا خدنا المساله كده، فهتبقى هنا صفر وهنا 5/2 وهنا سالب 5/2، مش هناخدها لانها دي سالبه، وهيبقى هنا دي كده
سالبة وهنا موجب. في الحالة دي هيبقى المقدار ده قيمة عظمى، في الحالة دي هتبقى أكبر ما يمكن. عارف بقى لما طلعت أكبر ما يمكن طلعت إيه؟ طلعت مثلث متساوي الساقين، لأنه السين طلعت بخمسة جذر اتنين والصاد طلعت بخمسة جذر. ممكن هو في المسألة بدل ما يجي يقولك كده يقولك اثبت ان مثال المثلث علشان يبقى اكبر ما يمكن يبقى مثلث متساوي الساقين. فاحنا هنيجي نعمل نفس الحل بتاعنا، وفي الاخر هنكتشف ان السين بخمسة جذر اتنين والصاد بخمسة جذر اتنين، اذا المثلث مثلث متساوي الساقين. تعال معايا بقى لمسألة كمان. خلي بالك أنا بحل لك بوكلت كامل، يعني زيك زي كأنك بتمتحن بالظبط. ها، أوجد مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنيين ص بتساوي س تربيع وص بتساوي 2 س. ما تزهقش من الرسم، الرسم بسيط جدا. ها بص، خد بالك معايا الأول قبل ما نرسم، تعال نجيب نقط تقاطع المنحنيين معا. يعني اول حاجه بتحلها لما تجي لك منحنيين كده نقول له ايه؟ لايجاد نقط التقاطع. نقط التقاطع دي هتخلينا نعرف نرسم، وفي نفس الوقت هتخلينا نعرف حدود التكامل بتاعتنا من كام لكام. الاول كده نقول له ايه؟ عشان تجيب نقط التقاطع تقوم تقول له ايه؟ س تربيع من عندنا هتساوي 2 س من عندكم، ما دي ص ودي ص، يبقى س تربيع من الداله ديت بتساوي 2 س من هنا. دخلهم جوه. واحد يقول لي بالقسم على س، لا ده انت كده طيرت حل من الحلول لما تقسم على س. لا، دخلها جوه، يبقى س تربيع ناقص 2 س بتساوي صفر. ها، خد س عامل مشترك هيبقى لي س ناقص 2 بتساوي صفر، يبقى اما س بتساوي صفر او س بتساوي كام؟ 2. دول حدود التكامل. وفي نفس الوقت لما تحب ترسم خد بالك بقى معايا، طبعا الداله التربيعيه مش محتاجه حاجه، ادي واحد اتنين، ادي سالب واحد، ادي سالب اتنين. عندي الواحد بواحد، عندي الاتنين باربعة، وعندي السالب واحد بواحد، وعندي السالب اتنين باربعة، دالة وعوض بيها قدام منك كده، فهتطلع بالمنظر ده. ودي دالة مشهورة جدا، وجت على فكرة في امتحان 2018. وفي نفس الوقت نقطتين التقاطع دول هم اللي هرسم بيهم الخط المستقيم، لانه عند الصفر في نقطة تقاطع وعند الاتنين في نقطة تقاطع. فانا بدل ما اعمل نقط تقاطع للمستقيم ده، لا انا هقول له ايه؟ ده انا عندي نقطتين والمستقيم يترسم بنقطتين اهم. يبقى نقط التقاطع فادتني اهو. في الحاله دي هو الراجل عايز المنطقه المحصوره دي، عايز مساحه المنطقه دي. يبقى انا اولا حليت المنحنيين مع بعض، عرفت حدود التكامل لان انا هكامل من صفر لاتنين. تاني حاجة نقطتين التقاطع اللي انت قلت لي عليهم دول، برضو دول نقطتين واقعين برضو على الخط المستقيم. اذا انا عارف نقطتين على الخط المستقيم، عند النقطة صفر وعند النقطة كام؟ اتنين. جبتهم الاتنين مع بعض معايا كده. طيب في الحالة دي بقى عايزين نجيب التكامل، المساحة. فهاجي اقول له المساحة بتساوي تكامل من صفر لاتنين. خد بالك بقى مين اللي فوق ومين اللي تحت. اللي فوق الخط، اللي تحت المنحنى، المنطقة اللي انت عايز ترسمها. فانت بتيجي تقول له اللي فوق الاتنين س ناقص اللي تحت اللي هو س تربيع، دالة س اهو، ده اللي فوق اهو، ده اللي تحت. واحد يقول لي نربع يا استاذ، نقول له التربيع لما تكون بتجيب حجم ولازم تكتب بره باي، لكن في المساحة انت ما بتربعش. ها يلا بقى نكمل. يبقى الميم هتساوي من صفر لاتنين، اتنين س هتبقى اتنين س تربيع على الاتنين، ناقص س تربيع هتبقى س تكعيب على التلاتة. بزود الأس واحد واقسم على الأس الايه الجديد. عايز تختصر؟ نختصر مع بعض. نعوض، بعوض بالاتنين وبرجع أقول له ناقص أعوض بالصفر، طبعا الصفر هيجيب لي صفر. يعني المفروض إن أنا بقول له دي دالة اتنين ناقص دالة صفر. انا بجيب له دالة اتنين يعني بعوض بالاتنين، ناقص اجيب له دالة صفر يعني بعوض بالصفر. طب تعالى نعوض بالاتنين، هعوض بالاتنين تديني اربعة، وعوض بالاتنين هنا تديني تمانية على التلاتة. المفروض اقول له كده ناقص اعوض تاني هتدي صفر هنا، فما فيش ده اعمل. ها يبقى الناتج يطلع كام بقى؟ نقول له ايه؟ وحد المقام هنا كده
والناتج هيبقى 3 هنا و3 في 4 ب 12 ناقص 8، فتطلع ب 4 على 3 وحدة مساحة. مسألة بسيطة جدا، رسمها بسيط، حلها بسيط، وجات مسألة زيها في امتحان 2018. سابوا كل المسائل المكلكعة، خلي بالك بس معايا، وجابوا لك المسألة ديت، وكانت موجودة في كتاب المدرسة، وكانت موجودة في النماذج بتاعة الوزارة. مسألة بسيطة جدا، واحنا ايه بنحلها لك اهي. نفس طريقة المسألة برضو دي، مسألة تاني على الحجوم اهو، يمكن تقريبا نفسها. بيقول له اوجد حجم الجسم الناشئ من دوران المنطقة المحصورة بين المنحنيين ص بتساوي س وص بتساوي نص س تربيع حول محور السينات دورة ايه كاملة. اول حاجة بنعملها زي ما قلت لك، احنا بايه بنحل المعادلتين مع بعض، دي ص ودي ص، فنيجي نقول له ص من هنا بتساوي كام؟ بتساوي نص س تربيع. طب والص التانية بتساوي كام؟ بتساوي س. نقول له بالضرب في 2 يبقى س تربيع بتساوي 2 س. هضرب هنا في 2 طايرة المقام، هضرب هنا في 2 تبقى 2 س، هدخلها جوه هتبقى س تربيع ناقص 2 س بتساوي صفر. هاخد س عامل مشترك، ها اوعى تقسم على الس، غلط القسم على الس، ها يبقى ادي الس عامل مشترك هيبقى لي س ناقص 2 بتساوي صفر، ومنها يا اما س بتساوي صفر يا اما س بتساوي 2. دول حدود التكامل، وفي نفس الوقت دول النقط اللي برسم بيهم المستقيم اللي عندي. يلا نرسم بقى. واحد اتنين سالب واحد سالب اتنين. لو عوضت بواحد في الدالة دي هيديني نص اهو، ولو عوضت باتنين هيديني اتنين، اتنين اهي باربعة في نص يبقى. وهنا نفس الكلام، لو عوضت بسالب واحد هيديني نص، ولو عوضت بسالب اتنين هيديني اتنين. يبقى انا بعمل الدالة بالمنظر ده كده اهي، ودايما الدالة اللي فيها المعامل كسر بتبقى مفتوحة شوية، والدالة اللي فيها المعامل عدد صحيح بتبقى مقفولة شوية. ها الدالة مفتوحة زي ما انت شايف. تعالى عوض بقى هنا، هنا هنعوض في المسألة ديت، فهيدي لك ايه واحد وواحد واثنين واثنين وثلاثة وثلاثة، لان ص بتساوي س، فهتديني الخط المستقيم اللي بالمنظر ده. فالحتة اهي الصغيرة دي هي اللي عايزة الدوران حواليها، وحدود التكامل بتاعتك من صفر لاتنين، وانت عارف مين اللي فوق ومين اللي تحت، فهتيجي تقول له ح بتساوي باي تكامل من صفر لاتنين اللي فوق الخط المستقيم، بس انا بجيب حجم، يبقى س تربيع ناقص اللي تحت هربع، ده اربع النص يبقى ربع، اربع الس تربيع تبقى س اس 4، الكل دالة س. تعال بقى المسألة قدام منك اهي تاني، ح اهي بتساوي ح بتساوي باي تكامل من صفر لاتنين س تربيع ناقص ربع س اس 4 دالة س. يبقى ح هتساوي باي من صفر لاتنين س تربيع، هتبقى س تكعيب على 3 ناقص س اس 5 على 5، هتبقى س اس 5 على 20، 5 تحت و4 تحت، 5 في 4 ب 20. يلا نعوض بقى، وزي ما فهمتك انت بتعوض بالاتنين وبعدين بترجع بتعوض بالصفر، فاحنا مش هنعوض بالصفر. يبقى الح بتساوي باي، ها افتح قوس عوض باتنين تطلع بتمانية على التلاتة، ناقص اعوض هنا بالاتنين تطلع باتنين وتلاتين على عشرين، اتنين وتلاتين على عشرين، على الاربعة فيها الخمسة، على الاربعة فيها التمانية، فهتطلع تمانية على التلاتة، على الخمسة اسف، لانه 2 اس 5 ب 2 وكام؟ و30. يلا بقى ادي الباي اهي، ونوحد المقامات على 15 ونقول له 5 في 8 ب 40 و3 في 5 ب 24. لما تيجي تطرح عددين تضرب ده هنا وتضرب ده هنا وتضرب ده هنا، 3 في 5 ب 15، 5 في 8 ب 40، 3 في 8 ب 24، 44 من 24 16، يبقى الناتج هيطلع 16 على 15 باي
وحده حجم. يبقى برضو مساله بسيطه وسهله، وزي ما اتفقنا الحجم بكتب له باي، بربع كل واحده من ايه من الايه من المساله اللي معايا. تعال نشوف مساله كمان. مساله تكامل، وانا عايز احلها لك بطريقتين. تكامل س في س ناقص 2 الكل اس 4 داله س. فالحل بتاعنا حتى ممكن طالب سنه ثانيه ثانوي يحلها، يقول لك دي هنا س وهنا س ناقص 2، ها يا مستر ازود 2 وانقص 2. ها معايا؟ يبقى هعمل كده س ناقص 2 زائد 2، وهنا س ناقص 2 الكل اس 4 داله س، بحيث تخش مره على دي وتخش مره على دي. يبقى معنى كده التكامل ده هيبقى ايه؟ هخش س ناقص 2 الكل اس 4 على دي كلها اللي هي س ناقص 2، هتبقى س ناقص 2 الكل اس 5، وبعدين زائد 2 في س ناقص 2 الكل اس 4، وفي الاخر هكتب له دي داله س. كامل بقى دي، اكامل دي هتبقى س ناقص 2 الكل اس 6 على 6 زائد 2 اهي، وكامل دي هتبقى عباره عن س ناقص 2 الكل اس 5 على 5 زائد ثابت. يبقى انا لو معايا س لوحدها هنا، وهنا في قوس س ناقص 3، اقول وازود ال س دي زائد 3 وناقص 3 واعملها. طيب هل ممكن تتحل بطريقه ثانيه؟ نقول له اه ممكن تتحل بطريقه التجزيء. حل اخر، حل اخر ممكن اجي اقول له ايه؟ ده التفاضل وده التكامل، واقول له ده السين وده سين ناقص 2 الكل اس 4، وفاضل السين تطبع بواحد، وكامل دي اللي هي تبقى سين ناقص 2 الكل اس 5 على 5. وممكن كمان اكامل تاني، افاضل دي تطلع بصفر، وكامل دي هتبقى سين ناقص 2 الكل اس 6 على 30. وبعدين تقوم تقول له ده موجب ده سالب، هتضرب ده هنا وتضرب ده هنا، والناتج هيطلع كده س في س ناقص 2 الكل اس 5 على 5 ناقص س ناقص 2 الكل اس 6 على 30 زائد ثابت. ده طريقه ثانيه، لكن انا بيتهيألي الطريقه الاولانيه هتخطر عليه بالك بسرعه انك تضيف 2 وتطرح 2. نشوف مساله كمان بقى هنا، مساله صعبه شويه بقى، خلي بالك معايا فيها. دي فعلا مساله بقى بالتجزيء، وممكن كمان تجزيء وتعويض في نفس الوقت. ركز معايا فيها. هل الدالة الأسية اللي عندي دي، الدالة الأسية اللي عندي دي دي تفاضل دي؟ لا مش تفاضلها، لأن دي س تكعيب ودي س تربيع. فنيجي نقول له طيب أنا هفرض إن س تربيع دي كلها بعين. في الحالة دي يبقى 2 س دالة س بتساوي دالة عين. يبقى أنا شلت س تربيع وسميتها عين. طيب ما تيجي بقى نحل المساله. الس تكعيب، ايه رايك لو كتبتها لك س تربيع في ه اس س تربيع في س داله س؟ الس تكعيب كتبتها س تربيع في س، ليه يا مستر؟ نقول له الس تربيع انت مسميها عين، صح؟ وادي كمان دي مسميها عين، وس في داله س، س في داله س ها بتساوي كام؟ بتساوي داله عين. الله، بس ديت يا استاذ دي 2. نقول له ادي الاثنين اهي، وادي النص بره. يبقى خد بالك معايا، ادي النص تكامل، انا دي هكتبها عين، وديت ه اس عين، وده كله على بعض ده العين. فبقت مساله بسيطه جدا، تعال نعملها بقى بالتجزيء. ادي العين وادي ال ه عين، هنا التفاضل وهنا التكامل. افاضل العين بواحد، اكامل ال ه عين ب ه عين برضه. وبعدين اعمل السهم اللي بقول لك عليه بقى، ده هيبقى عين في ه عين ناقص تكامل ه عين دالة عين. يبقى عين في ه عين ناقص ه عين زائد ثابت. ارجع بقى رجع العين مطرحها، انت فرض العين بسين تربيع، نقول له سين تربيع ه اس سين تربيع ناقص ه اس سين تربيع زائد ثابت. واحد يقول لي طب ليه يا استاذ ما عملتهاش التفاضل اللي بينزل كتير ده، افاضل الس تكعيب؟ نقول له خلي بالك ه اس س تربيع عشان تتكامل لازم يكون فيها تفاضل الاس معاها، وده مش موجود معاها.
ها في الحالة ديت احنا عشان كده اخترنا الحكاية دي. نرجع تاني بقى نبدأ اللي انا هحله ده، البوكليت ده عبارة عن امتحان الدور الثاني لسنة 2017، نفس الدور الثاني اللي انا هبدأ احله ده، وان شاء الله ربنا يوفقنا وتكون انت قدرت تستوعب معانا وقدرت تفتكر المنهج اللي احنا ايه معانا بنحله. معاك مع المسألة الأولانية اهي، قاف قاس 4 سين ظا سين دالة سين، مديني ليها اختيارات، انا هوريك المسألة اهي، بيقول له تكامل قاس 4 سين ظا سين دالة سين، ومدي له بقى الاختيارات خمس قاس 5 زائد ثابت، ربع قاس 4 زائد ثابت، ثلث ظا سين زائد ثابت، سالب ثلث ظا تربيع سين زائد ثابت. تعال نشوف الحكاية دي ايه. هنا في المسألة دي لابد ان انا اقول له في دالة في تفاضلها، فانا مش لاقي دالة في تفاضلها، هنعمل ايه؟ هنيجي نقول له ادي القاس 3 سين، شلت من القاس 4 دي قا، في ادي القا اللي انا شلتها اهي سين ظا سين دالة سين. ايه يا مستر اللي انت عملته؟ قاس 4 كتبتها قاس 3 وكتبت القا الثانيه هنا. ليه بقى؟ نقول له اصل تفاضل القا قاف ظا، يعني دي اصبحت داله ودي اصبحت ايه؟ تفاضلها. لو عايز تكامل داله في تفاضلها هتزود الاس واحد وتقسم على الاس الجديد، يعني التكامل هنا هيبقى عباره عن قاس 4 س على 4 زائد ثابت. طب انهي حل من دول بقى؟ نقول له الحل رقم ب. واحد يقول لي الله دي على 4 ودي ربع، ما هي هي اللي على 4 زي اللي ربع، يبقى ربع قاس 4 زائد ثابت، يبقى ده الحل اللي احنا ايه حلنا. افكرك بحاجه احنا خدناها، لو انا معايا داله س داله فرديه دال س وبكامل من سالب الف لالف، ومعايا دالة س دالة زوجية وبكامل من سالب ألف لألف. هنا القاعدة بتقول لو الدالة فردية وبتكامل من سالب ألف لألف، يعني من نفس القيمة بس مرة بالسالب ومرة بالموجب، الناتج يطلع بصفر. أما لو هي برضو دالة زوجية ومن سالب ألف لألف، الناتج يطلع 2، التكامل من صفر الألف لدالة س دال س. دي قاعدة احنا واخدينها وانا بفكرك بيها. طب ليه يا استاذ بتفكرني بيها؟ نقول له تعالى بقى نشوف المسألة ديت لان احنا هنستخدم فيها القاعدة دي. بيقول لي اذا كانت دالة س بتساوي جا تكعيب س، اشهر الدوال الفردية دالة جا س ودالة ظا س. الدوال الفردية، الدوال المثلثية الفردية، دالة الجا س ودالة الظا س دوال فردي. وبالتالي هو بيقول له ايه؟ دال س بتساوي جا تكعيب س، فان دال س دال س دال س من باي على 2 لسالب باي على 2 بتساوي ايه؟ على طول بصفر. والاختيارات هنا اقول له جيم اللي هي صفر، لان جا س داله ايه؟ فرديه. خلي بالك جا س داله فرديه، ظا س داله فرديه، جتا س لا داله زوجيه، س اس نون ونون زوجي فرد زوجية زوجية، سين السنون ونون فردي تبقى فردية. وانت بطبيعتك لازم تعرف الدالة الزوجية والدالة الفردية، وممكن تجرب عليها التجربة بتاعتها اللي هي دالة سالب سين بتساوي دالة سين، لو حصل كده تبقى دالة زوجية، لو دالة سالب سين تبقى سالب دالة سين تبقى دالة ايه؟ فردي. احنا فكرناك بالنهايات بس فكرناك بطريقة واحدة، تعال نفكرك بطريقة تانية اللي هي نهاية ألف س ناقص واحد على س لما الس تقترب من الصفر، ولازم الس اللي هنا تبقى زي الس اللي هنا، يعني دي لو ألف جا س يبقى لازم هنا جا س، دي لو ألف أس ظا س يبقى لازم هنا ظا س. طب الحل بتاعها ايه؟ الحل بتاعها لوغاريتم ألف للأساس هي. تعال نشوف بقى المسألة بتاعتنا بتقول ايه. المسألة بتاعتنا بتقول نهاية 2 أس س ناقص 1 على 3 س لما الس تقترب من الصفر، ومديني اختيارات بقى بتساوي 3 لوغاريتم 2 للأساس ه، ولا تلت
لوغاريتم 2 للاساس ايه، ولا لوغاريتم 2 على 3 للاساس ايه، ولا 2 لوغاريتم، كلها اجابات متشابهه متقاربه. انا عايز زي ما انا قلت لك، عايز زي ما هنا س يبقى هنا س، امال الثلاثه دي نعمل فيها ايه؟ ممكن نخرجها. لما تبقى ثلاثة وفي المقام وتخرج، تخرج برضو في المقام، يعني هقول له كده ادي تلت نهاية س تقترب من الصفر لاتنين اس س ناقص واحد على س، ده بقت شبه القاعدة بالظبط، بس في تلت بره، نقول له اه التلت اهو ولوغاريتم اتنين للاساس ه، يبقى كده اتحلت المسألة. انهي اختيار بقى من الاختيارات ديت؟ الاختيار ب، تلت لوغاريتم 2 للاساس ه، يبقى لابد انك انت برضو ندوس على النهايات، احنا بنفكرك بالقاعده وبندي لك مثال ليها، انت برضو ممكن ترجع تفتكر القاعده وتحل 3 4 امثله منهم علشان تنشط ذاكرتك بالمسائل. نشوف مساله كمان، تكامل 4 س ه اس س تربيع زائد واحد دالة س بتساوي، اكتبها لك هنا الاول اهي موجودة عندك اهي، تكامل اربعة س ه اس س تربيع زائد واحد دالة س. بص للبسط ده لو فضلناه ينزل تحت، نقول له تعالى نفضل البسط لوحده كده، هجيب كده البسط، او مش البسط، نقول له انا اسف الاس، الاس اسمه س تربيع زائد واحد، طيب تفاضل الاس يبقى كام؟ يبقى 2 س. الله يا مستر بس انا معايا 4 س مش 2 س، نقول له ما انا ممكن افكك لك الاربعه دي 2 في 2، فتبقى المساله 2 بره في تكامل 2 س ه اس س تربيع زائد 1 داله س. اذا كان عندي داله اسيه للاساس ه ومضروبه في تفاضلها، يبقى الاجابه ه اس س تربيع زائد 1 زائد ثابت. وما تنساش الاتنين اللي بره اللي احنا طلعناها. طيب تعال نشوف انهي اجابه من دول سليمه. ها الف ه اس س تربيع زائد واحد وما كتبش الاتنين، شايف احنا لما نسينا الاتنين هو عامل حسابه انه في طالب ممكن ينسى الاتنين فيكتب لك الاجابه دي. يعني اي غلط انت بتغلطه هتلاقي الاجابه بتاعته موجوده فيها. ها الاجابه الصحيحه هنا هتبقى ايه؟ هتبقى ده. تكامل لوغاريتم س تربيع للاساس ه ناقص لوغاريتم س تكعيب للاساس ه. انا قبل ما اشرح حل المساله دي عايز اشرح لك القاعده اللي بتقول لوغاريتم س اس نون للاساس ه، ممكن النون دي تنزل تحت فتبقى بتساوي نون لوغاريتم س للاساس ه. يعني انا لو معايا لوغاريتم س تربيع للاساس ه انا ممكن انزل الاتنين دي تحت تبقى 2 لوغاريتم س للاساس ه. يعني انا لو معايا لوغاريتم س تكعيب للاساس ه ممكن التلاتة تنزل تحت هتبقى 3 لوغاريتم س للاساس ه. دي الفكرة اللي هتخليك تعرف تحل المسألة بتاعتنا بقى. بص خد بالك معايا هنحلها ازاي. تكامل لوغاريتم س تربيع للاساس ه على س لوغاريتم س تكعيب للاساس ه دالة س. عرفنا ازاي بننزل الايه؟ الاس، فهيبقى تكامل 2 لوغاريتم س س للاساس ه، الاثنين نزلت اهي. وهنا 3 س لوغاريتم س للاساس ه لداله س. انا خرجت الثلاثه وخرجت الاثنين. في اختصار يا مستر؟ اه في اختصار، ده راح مع ده. طب ممكن العدد الثابت ده يطلع بره؟ اه ممكن، نقول له 2 على 3 تكامل 1 على س داله س. الله، ده تكامل 1 على س دي عندي انا عارفها. تكاملها بلوغاريتم س، يبقى الإجابة 2 على 3 لوغاريتم مقياس س للأساس ه زائد ثابت. طالما أنت ما أنتش عارف السين دي ممكن تبقى موجبة أو ممكن تبقى سالبة، لا اشتغل بالمقياس. لكن لو أنا هشتغل أقول له لوغاريتم لعدد موجب فعلا مش هحط المقياس. يبقى تعالى بقى نشوف الإجابات والاختيارات بتاعتنا. هنقول له الاختيار رقم ج، 2 على 3 لوغاريتم مقياس س للاساس ه زائد ثابت.
قبل ما نحل المسألة اللي جاية دي هفكرك بحاجة اسمها قاعدة السلسلة، اللي هي لو أنا عايز دال صاد على دال سين، والصاد دالة في النون والسين دالة في النون، فهاجي أقول له دال صاد على دال سين بتساوي دال صاد على دال نون في دال نون على دال سين. قاعدة مشهورة جدا بتسمى قاعدة السلسلة، هي دي اللي هنحل بيها المسألة ديت، فعشان كده بفكرك بيها. فاحنا لما نلاقي الصاد دالة في النون والسين دالة في النون، وانت ما انتش عايز دي ولا عايز دي، ده انت عايز دالة صاد على دالة سين، فانت بتيجي تقول له دالة صاد على دالة سين اللي انت عايزها بتساوي حاصل ضرب الاتنين دول. ما تنساش دي دالة صاد على دالة نون، لكن دي دالة نون على دالة سين، يعني بعد ما تجيب دالة سين على دالة نون لازم تقلبها. طب المسألة بتقول ايه يا استاذ؟ نقول له المسألة بتقول إذا كانت السين بتساوي 2 نون تكعيب زائد إيه؟ زائد 3، والصاد بتساوي الجذر التكعيبي لنون تكعيب. عندك نون تربيع مش كده يا مستر؟ نون تربيع. عندي نون جذر تربيعي لنون تكعيب. لا السين. 2 نون تربيع زائد 3. تربيع، تمام كده. أنا عندي السين دالة في النون وعندي الصاد دالة في النون. أمال أنت عايز إيه؟ ده أنا عايز دالة صاد على دالة سين. يبقى الأول تعالى بقى في الحل ونقول له دالة سين على دالة نون بتساوي ب2 هتنضرب هنا تبقى ب4 نون، وتفاضل الثلاثة بصفر، يبقى دي 4 نون. خلي بالك أنا بحتاج دي مقلوبة، أنا محتاج دالة نون على دالة سين اللي هي 1/4 نون. ها خد بالك بقى معايا، الصاد هظبطها لك، بس الدليل هنا 2، وانت علشان تشيل الجذر تقوم تكاتبها نون اس 3/2 عشان تعرف تفاضل عدل، وتيجي تقول له يبقى دال صاد على دال نون عبارة عن 3/2 نون، واخصم من الاس 1 يبقى اس كام؟ اس نص. كده بقى معايا الايه؟ الحتتين بتوع قاعده السلسله. لو انت عايز داله صاد على داله سين هتقول له دي بتساوي داله صاد على داله نون في داله نون على داله سين، اللي هي هتساوي خد بالك بقى معايا 3 نون اس نص على 2 في 4 نون، يعني هتساوي 3/8، هنا نون وهنا نون اس نص، بس الراجل بيقول لي عوض بنون بواحد. لو عوضنا بنون بواحد هنا وهنا الناتج يطلع 3/8. الاجابات بقى انا عندي 3/8، عندي 5، عندي 8/3، عندي 6، الاجابه هتطلع هنا 3/8. الراجل هنا بيقول لي عوض عن النون بواحد، فالناتج هنا هيطلع 3/8. المساله اللي جايه بتقول أكبر قيمة للمقدار 4 س ناقص س تربيع هي إيه حيث س تنتمي إلى ح؟ أكبر قيمة برضو دي بتفكرني بالقيمة العظمى والصغرى، فأنا هفترض إن المقدار ده كله كده اسمه ميم بتساوي 4 س ناقص س تربيع، وأبدأ بقى أجيب له إيه القيمة العظمى بتاعته والقيمة الصغرى بتاعته لو هو عايز أصغر قيمة. ها يبقى نيجي نقول له ايه؟ يبقى ميم شرطه بتساوي افاضل تبقى 4 ناقص 2 س، واقول له كمان عند ميم شرطه بتساوي صفر يبقى 2 س بتساوي 4، تبقى اذا السين هتساوي كام؟ 2. طب وانا عرفني هي اكبر قيمه ولا اصغر قيمه؟ نقول له تعالى نجيب ميم شرطتين، بعد ما جبت الميم شرطه اجيب ميم شرطتين، افاضل الاربعه بصفر وافاضل سالب 4 2 س بتبقى بسالب 2، يعني سالبه، يعني قيمه ايه؟ عظمى. يعني في الحاله دي اكبر قيمه لما اعوض عنها بسين بكام؟ ب2. معايا كده؟ يبقى تعالى نعوض بقى 4 في 2 ب8 ناقص 4 يديني 4، يبقى اكبر قيمه للمقدار ده تطلع بكام؟ ب4. انما لو هو قال لي عند س بتساوي كام؟ اقول له عند س بتساوي 2، انما اكبر قيمه كام؟ اقول له اكبر قيمه هعوض عن السين ب2 في المقدار، يعني هشيل السين دي واحط مكانها 2، واشيل السين دي واحط مكانها 2. يلا نحط مع بعض 4 في 2 ب8، وهنا 2 اس 2 ب4، 8 من 4 4، يبقى اكبر قيمه تطلع بكام؟ ب4.
إذا كانت الدالة دي المجال بتاعها من سالب واحد لأربعة ورايحة للحاء، ودالة س بتساوي س تكعيب ناقص 3 س، ده امتحان الدور الثاني ل 2017، مش بألف مسألة من عندي. وانت ارجع كده وهات الامتحان بتاع الدور الثاني، هيطلع نفس المسائل اللي بقول لك عليها، بس ربما يكون الترتيب هو اللي مختلف. ودالة س بتساوي س تكعيب ناقص 3 س، فإن عدد النقط الحرجة كام؟ عايز بيسأل على عدد النقط الحرجة. فطبعا النقط الحرجة عشان اجيبها لابد ان انا اجيب الدالة شرطة س واساويها بالصفر. فهاجي اقول له ايه؟ دالة شرطة س بتساوي س تكعيب تبقى 3 س تربيع ناقص 3 س تبقى 3. وبعدين اساويها بالصفر، اقول له عندما دالة شرطة س بتساوي صفر تبقى 3 س تربيع ناقص 3 بتساوي صفر. بالقسم على التلاتة، او اقول له 3 س تربيع بتساوي 3، وهقسم على التلاتة تبقى س تربيع بتساوي 1، سالب واحد. تبقى الس هتساوي موجب او سالب ايه؟ 1. يبقى انا عندي ايه؟ نقطتين اهم قدام منك، ادي سالب واحد وادي الواحد. هل النقطتين دول ينتميان الى المجال؟ خلي بالك السالب واحد لا ينتمي لانه مفتوح، يبقى مش نقطة حرجة. يبقى انت هنا كده خلي بالك انت معاك موجب واحد وسالب واحد، بس المجال بتاعك مفتوح من عند سالب واحد لاربعة. لو دول مقفولين كنت خدت معاك السالب واحد، ده لا ينتمي الى المجال. المهم لو انت عايز تبحث كمان الاشارة، فطبعا الدالة هنا دالة تربيعية، المفروض هقول له مثل الف عكس الف مثل الف. الف موجبة، يبقى هنا موجب وهنا سالب وهنا موجب. اذا النقطة واحد دي نقطة حرجة وتدي قيمة عظمى. يبقى هنا بقى الإجابة، ناخد معانا السالب واحد يا مستر ولا ما ناخدهاش؟ هي لا تنتمي إلى المجال، يبقى ما ناخدش معانا السالب واحد، والإجابة هتبقى ب، اللي هي عدد النقط الحرجة هتبقى واحد بس. تكامل س لتلاتة س تربيع زائد واحد دالة س. أول ما ألاقي مسألة فيها بسط ومقام لازم يخطر في بالي، هل البسط تفاضل المقام ولا لأ؟ وأنا علشان كده أما أقول له إيه؟ هو المقام بيساوي إيه؟ المقام لوحده كده بيساوي 3 س تربيع زائد 1. طيب تفاضل المقام كام؟ هيساوي 6 س. الله، بس دي 6 بس. نقول له إيه رأيك لو ضربنا هنا في 6 وقسمنا على 6؟ مش هيجرى حاجة لو ضربنا في 6 وقسمنا على 6. يبقى في الحالة ديت البسط أصبح تفاضل الإيه؟ المقام. البسط أصبح تفاضل المقام. ركز معايا تاني، ركز معايا تاني عشان إيه؟ أخد بالك، خد بالك معايا تاني في المسألة دي. ها أدي المسألة، هو بيقول لي تكامل س 3 س تربيع زائد 1، فأنا قلت له البسط تفاضل المقام، بس تفاضل المقام 6 س، فقلت له يبقى انا هقسم هنا على 6، تكامل هنا 6 س 3 س تربيع زائد 1 دالة س. لما يبقى البسط تفاضل المقام يبقى ادي السدس اهو، لوغاريتم 3 س تربيع زائد 1 للاساس ه زائد ثابت. واحد يقول لي يا استاذ ده المقدار اللي انت حاطه ده اكيد موجب، 3 س تربيع زائد 1 دي كميه موجبه على طول. نقول له برافو عليك، ممكن ما نحطش المقياس وممكن نحط المقياس زياده في الامان، مفيش فيها ايه مشكلة. يبقى دي سدس لوغاريتم 3 س تربيع زائد 1 للأساس ايه؟ اهي زائد ايه؟ زائد ثابت. نشوف مسألة كمان. تكامل س على ه أس 2 س دالة س. يا مستر البسط تفاضل المقام؟ أنت قلت لي أي مسألة فيها بسط ومقام هعمل كده. نقول له لا، اللي هي س ما تجيبش دي. أمال نعمل إيه؟ نقول له نطلعها فوق. يبقى تكامل ادي السين اهي في ايه؟ اس سالب 2 س دالة س، فبقت ايه؟ على طول بالتجزيء، ونقول له ده تفاضل وده تكامل. ادي السين وادي اله اس سالب 2 س، افاضل السين يطلع بواحد، اكامل دي هيطلع به اس سالب 2 س على سالب 2. وبعدين نقول له نضرب ده في ده ونضرب ده كده، هيبقى عبارة عن س ف
في ه اس سالب 2 س على سالب 2 ناقص تكامل نص ه اس سالب 2 س دالة س. الناقص اللي معانا مع الناقص المسألة ضربناهم في بعض بقت موجب، يبقى ادي س في ه اس 2 سالب 2 س على سالب 2 زائد نص، تعال نكمل دي بقى به اس سالب 2 س على سالب 2 زائد ثابت. نخلصها بقى تبقى ايه؟ سالب نص س اس ه اس سالب 2 س ناقص ربع ه اس سالب 2 س زائد ثابت. نشوف مسألة الإثبات ديت. المسألة بتقول إذا كانت ص بتساوي س جا س، اثبت أن س ص شرطتين زائد س ص شرطة زائد 2 ص بتساوي صفر. بنمسك المعطيات الأول كده بالراحة، أدي الص أهي بتساوي س جا س، نفاضلها أول مرة يبقى ص شرطة بتساوي الأول س في تفاضل الثاني جتا س زائد الثاني جا س في تفاضل السين بواحد. طيب نفاضل تاني ص شرطتين، الأول س في تفاضل الجتا بسالب جا س زائد الثاني جتا س في تفاضل السين بواحد زائد تفاضل الجتا بجتا س. يعني تعالى نعدل الص شرطتين دي الأول، ص شرطتين بتساوي س في جا س يعني سالب ص، وجتا وجتا يعني 2 جتا س. ها تعالى بقى بالضرب في س، بالضرب في ايه؟ في س. عندنا ص شرطتين هتساوي سالب ص زائد 2 جتا س. ص شرطتين هتساوي سالب ص زائد 2 جتا س. ما احنا كاتبينها كده ص شرطتين بتساوي سالب ص. هنشتق الاشتقاق الثالث. هنشتق الاشتقاق الثالث. على طول. يبقى ص ثلاث شرط. ايوه. هتساوي سالب ص شرطة ناقص 2 جا س. ناقص 2 جا س. بالضرب بقى. في بالضرب في ص، يبقى ص في ص ثلاث شرط بتساوي. نضرب في س بقى. بالضرب في س. انا اسف انا هضرب في س. ناقص ص شرطة في س. ناقص 2 س جا س. ديت هتخش الناحية دي بالموجب وديت ص، خلي بالك بس معايا. يبقى س ص ثلاث شرط زائد س ص شرطة زائد 2 ص بتساوي صفر. وده المطلوب. وهو ده المطلوب إثباته. ماشي يا أستاذ خالد. أعزائي الطلبة طبعا إحنا شفنا أكبر قدر ممكن من الأفكار والمسائل، وشفنا حلينا اتنين نظام من البوكليت، وطبعا الأسئلة دي كلها متوقعة، وبرضو لنا لقاءات في حلقات أخرى هنبدأ برضو نعرض مجموعة جديدة من الأفكار، ونقدر نقول لكم ونشكر الأستاذ خالد على المجهود الكبير اللي عمله النهاردة، وإلى اللقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.